الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، في سؤالين هنا إن شاء الله قدم واحد من الإخوة، أنا أجاوب عليهم وأدع المجال للشيخ مزمل. واحد من الإخوة هنا عنده الأسئلة دي باعتبار شبهات بيقدموها الصوفية في الدفاع عن العقيدة بتاعتهم في الأولياء، لأنه من عقيدة الأولياء فيما يتعلق بالسؤال الأول علم الغيب. عقيدة الصوفية في الأولياء أنهم يعلمون الغيب. فالسائل بيقول ما معنى قوله تعالى في علم الغيب إلا من ارتضى من رسول، ويشير الآية في أواخر سورة الجن قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. طيب، فالآية دي الصوفية طبعا بيجيب لك نهاية الآية كده، يقول لك انت بتقول الأولياء ما بيعلموا الغيب، والأنبياء ما بيعلموا الغيب، والصحابة ما بيعلموا الغيب. يقول لك طيب ربنا قال إلا من ارتضى من رسول، بتاع كتاب أزاهير الرياض عمل الآية دي حاشية كمان عشان يغشك زيادة، مش ربنا قال إلا من ارتضى من رسول، بتاع أزاهير الرياض كتب واحد كده بحاشية، واحد تحت في الحاشية قال أولي، كان زيادة لها يعني إلا من ارتضى من رسول أولي، يعني رسول بيعلم الغيب والولي بيعلم الغيب. وطبعا ده تفسير أنا ما لاقاني إلا التفسير ده، ما أظنه بيقطع البحر كده، التفسير ده هنا في السودان قبله سنة يقطعوا البحر ما عنده. على أي حال التفسير ده باطل، ولا ليس معناها إنه الأنبياء بيعلموا الغيب، لأنه لو تابعت من بداية الآية ربنا يقول عالم الغيب، كده وصف نفسه بشنو؟ بأنه عالم الغيب. عالم الغيب فلا يظهر، يظهر معناه شنو؟ يعني فلا يخبر ولا يعلم، فلا يظهر على غيبه أحد إلا، استثنى منه إلا من ارتضى من رسول. طيب الرسول هنا بيعلم براو ولا الله بعلمه؟ بس نمسك معك واحدة واحدة يا صوفي، بيعلم براو ولا الله بعلمه؟ وما بداية الآية ربنا قال لك فلا يظهر، معنى الآية يعني ما بيعلم إلا الرسول. إذا الرسول علم والله ولا علم براو؟ بيعرف براو؟ إذا قلت بيعرف براو طب كذاب. إذا قلت علم والله، نديك السؤال الثاني، ربنا علم كل شيء ولا علم بعض الأمور؟ ده سؤال لأي صوفي، والقرآن فيه والسنة فيه. الرسول أي رسول ربنا علم كل شيء؟ لو قلت علم كل شيء القرآن بيكذبك، لأنه ربنا سبحانه وتعالى يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ما هذه في رسول بيعلمها؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، دي في رسول بيعلمها؟ دي الرسول ما بيعلمها. زي ما جاب الواحد في أسباب النزول في كتاب مجلد واحد اسمه أسباب النزول للواحد، بيجيب أسباب النزول في القرآن كلها، من البقرة لسورة الناس أي سورة نزل فيها قصة معينة في سبب النزول بيجيبها. ففي سورة لقمان جاب سبب نزول الآية، قال جاء أعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد قد علمت متى ولدت، ولدنبت أن أنا أعرفه يوم كده شهر كده، فأخبرني متى أموت، بس الموت ده أنا ما أعرفه كده وريني بتين بموت. دي واحدة. النبي جاوب له وقال له شنو؟ قال له يوم كده تعال نكتب لك روشتة كاري الضمان، أنت بتعيش لحد 13/6/2027 بعدية وداعا. قال له كده؟ لا، قال غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. ده نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يجي أسد درويش بيجاي صافي يقول لك لا احنا بنعلم، تعلم من وين انت؟ نبيك عليه الصلاة والسلام ما بيعلم. ده السؤال الثاني، قال ان امرأتي حبلى، تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم
يا رسول الله إن امرأتي حبلى يعني أنا زوجتي حامل، فأخبرني متى تلد. طيب بتلد بتين. وأسا الصوفية خد بالك، الصوفية قالوا بدوا جانا عديل، هو النبي صلى الله عليه وسلم بتلد بتين ما بيعرفها. ده قول لك لابن الديك جانا من جديد بدوك لي ذاته الجنة، خلي تلد بتين ذاته بدوك له. فقال له غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. انتهى الموضوع الثاني. سؤال الثالث قال أخبرني متى ينزل المطر، مطر بينزل بتين. قال غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. ده النبي عليه الصلاة والسلام. لما نجاس صوفي يقول لك لا، طبعا نحن بنعلم والأولياء بتاعنا بيعلموا. أولياء دير خير من الرسول؟ في سؤال، أولياء دير أخير من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما خير منه. إذن دير كذابين وبيلعبوا بالشريعة، فهمتني؟ عشان كده يبقى معنى الآية فلا يظهر، يعني ما بيعلم الغيب ده إلا من ارتضى من رسول، يعني بيعلم الرسول بعض الأمور اللي لابد إنه الرسول يكون بيعلم بها، لأنه الرسالة ما الرسول بيجي بيعد الناس بأشياء وبيحذروا من أشياء. أي نبي مش بيعد المؤمنين به بالجنة وبحذروا من النار، بيوريهم الجنة دي عاملة كيف ولا ما بوريهم، ولا بقول لهم بس في جنة، الجنة دي كيف فيها شنو ما عارف، في جنة لابد يكون عنده معلومات عنها. وده غيب ولا ما غيب؟ الجنة دي في دول خشاة، انت لقاك زول هنا قال لك الجنة دي الأول أمي صلى الله عليه وسلم دخل وجيت مارك لقاك ما في دول شافة، ده غيب. عشان كده النبي لابد يكون عنده معلومات من الغيب تتم بها الرسالة، يخبرك بالجنة وما فيها. النبي عليه الصلاة والسلام قال أريت الجنة شافه، قال فتناولت منها عنقودا بتاع عنب، عنقود كده ده، قال لو أصبته مديت يدي كده ده رمسكه، قال لو أصبته لأكلت منه ما بغيت الدنيا، تأكل منه لحد ما تقوم الساعة، فهمت؟ فدي من علوم الغيب التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده الخضر وموسى عليهما السلام، الخضر قال لموسى كلمة مهمة، والصوفية دي ما بجيبها لك بيدسوها لأنه بتخرب عليهم شغلتهم كلها. شفت قصة الخضر وموسى؟ لو جاب لك كاملة بتخرب شغلته. عشان كده بقول الخضر قال لموسى إني على علم من الله علمني لا تعلمه أنت، عشان تعرف إنه العلم ما علم كامل. موسى عليه السلام ربنا لو أداه علم كامل ما كان بينكر عن الخضر، كان بينكر عليه. الخضر قد السفينة، قد ليه؟ سؤال، ليه قد السفينة؟ لأنه الخضر عنده علم، عنده معلومة أو حالة والله إنه في ملك، الملك ده بيأخذ كل سفينة صالحة. السفينة لو جاء لقاها مقدودة الملك ده بمشي بقول لك دي ما نافعة سيبها، فوت وراح معاه رباطة معاه شغالين معاه، يأخذ كل سفينة غصبا. وكان يقرأ بعض الصحابة كل سفينة صالحة غصبا، السفينة السليمة بيشيلها، السفينة المقدودة ما بشيلها. الخضر عنده معلومة انه في ملك بشيل زي ده، بشيل السفينة الكويسة وخلي المقدودة. وموسى عليه السلام ما عارف المعلومة دي، عشان كده لما انقد السفينة موسى عليه السلام قال أخرقتها تجدها، أخرقتها لتغرق أهلها، انت قديتها بتغرق الجماعة الراكبين فيها، لقد جئت شيئا إمرا. قال لي انت عملت كلام غلط. لا لا، الخضر عنده معلومة موسى ما عنده، خد بالك. عشان كده دائرة علم الغيب حتى اللي أداه ربنا للأنبياء هي محدودة، معلومات محدودة، كويس. وكمان الخضر قال له موسى معلومة تانية، قال له أنا طبعا عندي معلومات انت ما عندك، دي عرفناها كده لأنه للأحداث الثلاثة اللي حصلت. وقال له وأنت على علم من الله، انت كمان قال له عندك علم من الله علمكه الله لا أعلمه أنا. إذن ده عنده معلومات من الله ربنا علم له، وعنده معلومات من الله ربنا علم، لكن ما كل شيء، ما أي حاجة ربنا بديها للنبي من الأنبياء عشان يبقى مشارك لله في صفة علم الغيب. عشان كده يوم القيامة، يوم القيامة لما ربنا يسأل الرسل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا. طيب لو قلت الرسل بيعلموا الغيب كيف يقولوا لا علم لنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام سورة الأنعام ربنا قال له قل، يعني كلم الناس، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا
يعلم الغيبة. ده الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيعلم الغيب. يجي يعلموا صوفية بجاي لما انت تقرا كتاب اسمه النور البراق في مدح النبي المصداق، ده بتاع الختمية، ده اللي بجاي في بحري، ده اللي قال لك محمد عوض قبل شوية قال ماسكين الكون. ماسكين شنو؟ هم نازلين الانتخابات في البلد دي، في دول ماسك الكون منذ الانتخابات. الكون قال جت في يدهم كده ونازل قال رمز القرية. والله أنا قرجتك ده فيك أديك بقى طقة في راسك، ده قرجة بتاع شنو؟ وقال الكون ده كله قال نحن ماسكينه في يدنا. على أي حال قال أنا الجليس على العرش المحيط به كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا. قال الغيب ده أنا أحط به كله تفصيلا وإجمالا. فيوضات الربانية في المآسر والأوراد القادرية، ده كتاب صغير أكبر كتاب بتاع طريق القادرية. قال ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي. قال وأعلم عدد الموج كم هو موجتي، وأعلم عدد النبت كم نابت، وأعلم عدد الرمل كم هو رملتي. قال وأعلم علم الله أحصي حروفه. أصل ده مش كذاب يعني؟ في ذول بيعلم علم الله حرف حرف. قال كمان موسى شمعت تقول لي لا لا معك، ده كلام مجمل. مجمل بتاع شنو؟ قال أحصي حروفه حرف حرف. قال أنا بعرفه كويس. وربنا في القرآن في سورة لقمان قال ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، يعني لو جبت شجرة الوطن كله، شجرة نيم، شجرة صنط، أي شجرة، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، كل بريط أقلام كله، والبحر يمده، يعني البحر يبقى له مداد، المداد ده الدوايا، الدوايا اللي بيكتبوا بيها القلم بتاع خشب والدوايا. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يعني لو أضيفت له تاني لبحار الدنيا دي سبعة تاني زيها. والعدد ما للحصر، العدد المبالغة مش سبعة بس، لا لو أضفت ما أضفت من البحار قال ما نفدت كلمات الله. يعني لو جبت الأقلام دي وقعدت تكتب البحر بس تطبز وتكتب وتطبز وتكتب، كتبت البحار دي كملت تشت وكملت ورق الوطن ده كله، الله قال ما نفدت كلمات الله. شوف الصوفي ده قال لك دي كلها قاعدة هنا كلها، قال أعلم علم الله أحصي حروفه كويس. ده كذاب، والقبار بتاع الختمية كذاب، ولا أحد عشان كده يعلم الغيب أبدا. الزول بيقول يعلم الغيب ده معناه كفر خرج من الشريعة. سؤال الثاني نجاوبه بسرعة، يقول ما معنى قوله تعالى لنهدينهم سبلنا الآية؟ طبعا دي الآية الأخيرة من سورة العنكبوت. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. طبعا الصوفية يقول لك سبلنا جمع، لنهدينهم سبلنا معناها سبيل بيجاي قادرية، بهنا تجانية، بهناك أخوان مسلمين، بهنا أنصار سنة، نهدينهم سبلنا كلها. أنت بتلعب الآية ما معناها كده. السبل هنا جاءت مجموعة بمعنى طرق الخير، الطرق بتاعت الخير، والسبيل لله واحد ما كثير، واحد فقط. عشان كده ربنا قال وأن هذا صراطي مستقيما، ده في سورة الأنعام، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. انت لو قلت لي السبل هنا ما جمع، هنا جمع كويس. قال الله قال لا تتبعوا السبل، السبل المجموعة دين الله قال ما تتبعوها، وهناك ربنا قال لنهدينهم سبلنا. إذن انت لو جيت يا صوفي قلت لي السبل مقصودة انه اي طريق بيوديك، يبقى في تناقض بين الآيتين، وما في تناقض كده، اجمع عليه الآيتين دل مع بعض. قال ولا تتبعوا السبل، الله قال لا تتبعوا السبل، وهناك قال لنهدينهم سبلنا، اجمع عليه بياناتهم. والذي تخليها يا صوفي اجدع على يديك ما شغالة ولا كيف؟ اجمع بياناتهم عشان تجمع بين الآيتين. يبقى معنى السبل هناك المجموعة دي هي طرق الخير داخل الطريق الواحد، داخل الخط المستقيم. ما في سبل خير كثيرة، في الصدقة طريق خير ولا ما طريق خير؟ صلة الأرحام طريق بتاع خير، قراءة القرآن طريق خير،
الإنفاق، صلة الجار كده، دي طرق الخير. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على أبواب الخير، حديث معاذ. أبواب الخير كثيرة، أبواب الخير فسرها بشنو؟ هل فسرها بالطرق الصوفية؟ قادرية، سمانية، ونخشبدية، ما ممكن أنت تفسر القرآن بمزاجك وتخالف القرآن وتخالف السنة. قال ألا أدلك على أبواب، أبواب كثيرة، أبواب الخير هي شنو؟ طرق صوفية؟ لا، قال الصوم جنة، دي أبواب الخير. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. قال وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى بلاء إلى أن بلغ قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذا سبل الخير معناه شنو؟ السبل في الآية هناك لنا هدينا وسبلنا طرق الخير داخل الصراط المستقيم. أما السبل بتاعتكم دي كلها ضلالة، كلها سمانية، قادرية، برهانية، نقشبدية، غيرها كلها سبل بتاع الضلالة. وطريق الحق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. طيب المهم تاني خلنا حاجة ولا هو فاسرة تاني؟ الزمن انتهى. طيب جزاكم الله خير، أجاوب لك إن شاء الله.